السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب الصف الأول المتوسط في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن يونت 7 lesson 3 warnings to parents، تحذيرات للآباء. أعزائي الطلاب بالدرس السابق تحدثنا عن تحذيرات للأطفال والأشياء الخطرة اللي موجودة بالبيت، وكان الموضوع هو إبعاد هاي الأشياء الخطرة عن الأطفال. درس اليوم راح يكون تحذيرات للآباء أن يبعدوا هاي الأشياء عن أطفالهم. Objectives لهذا الدرس، أهداف سلوكية هذا الدرس: Number one, work out the meaning of the safety posters، استكشاف معاني الصور اللي موجودة بصفحة 55. Two, complete exchanges in writing and perform exchange، تكملة التغييرات وأيضا وضح إيضاح هذه التغييرات. Number three, develop vocabularies، احنا نعرف بكل درس عندنا vocabularies نسوي لهم شرح وننطي معانيها. اوكي، بالبداية أعزائي الطلاب هذا الجدول هذا الشارت خلينا نحفظه، هذا من المواضيع المهمة اللي هو ينطيني الضمائر، نعطينا ضمائر الفاعل وإلها إلها ضمائر مفعول به وصفات تملك وضمائر التملك وإلى آخره، خلي اللي نعرفهن لازم نحفظهن. أعزائي الطلاب ذني لازم ينحفظن، ذني يفيدنك بمسيرتك الدراسية. أوكي، عندنا الخانة الأولى اللي هي subject pronouns ضمائر الفاعل. إحنا عندنا ضمائر الفاعل اللي إحنا دائما نكررهن وماخذيهن اللي هو الآي يو الهي والشي والإيت والوي. هنا مكررة اليو لأن عندنا اليو الأولى هي مع المفرد واليو الثانية مع الجمع، لأن هي اليو تستخدم للمفرد والجمع يعني أنت وأنتم. و the last one الأخيرة اللي هي they هم. Object pronouns ضمائر المفعول به لهذه الأفعال، يعني ضمير المفعول به للآي مي، وضمير المفعول به لليو نفسها يو، وضمير مفعول به للهي هم، وللشي هير، وللإت إت، وللوي أس، ولليو تبقى نفسها، وللذي ذم. أما ضمائر صفات التملك البوسيسيف أدجكتيفز صفات التملك لهذه الأفعال، يعني للآي صفة التملك ماي، واليو يور، والهي هز، والشي هير، والإت إتس، والوي our، واليو your، والذي their. هذه صفات التملك لضمائر الفاعل. أما ال possessive pronouns، أما ضمائر التملك، ضمائر التملك لهذه ضمائر الفاعل، يعني كل فاعل إلى ضمير تملك خاص به، يعني للآي mine يعني لي، لليو yours، للهي his، للشي hers. الات not used يعني ما إلها، ماكو شيء يمتلكه الشخص أو الشيء الغير عاقل يعني not used. الwe ours، you yours، والthey theirs. أما الreflexive pronouns ضمائر انعكاسية، إحنا عندنا ضمائر انعكاسية اللي هي تستخدم self النفس، عندنا الضمائر المفرد يكون السيلف مفردة، وضمائر الجمع يكون السيلف جمع يصير سيلفز، وراح نشوف شلون تتغير. يعني ضمائر الانعكاسية للفاعل I للضمير I myself، ولليو yourself، وللهي himself، وللشي herself، والit itself، والwe ourselves، واليو yourselves، والthey themselves. هذه الجدول أعزائي الطلاب والأشياء اللي بي يجب أن يحفظ لأن هذا من المواضيع المهمة. أوكي، نروح إلى درسنا أعزائي الطلاب اللي هو Where do most accidents happen، يقول أين تكثر الحوادث، يعني الحوادث دائما وين تصير؟ In the street في الشارع، On the beach في الشاطئ، at school في المدرسة. بالنسبة للأطفال أعزائي الطلاب هذا الكلام بالنسبة للأطفال، يقول وين تصير الأحداث لهم دائما؟ بالشارع؟ لا، بالشاطئ؟
لو بالمدرسه منطينا يقول نو كلا. موست اكسيدنتس كثير من الحوادث هابن ات هوم تحدث في المنزل. من ضمن هاي الحوادث don't let accidents happen in your home، يقول لا تخلي هذه الأحداث تحدث في بيتك. شوف أعزائي الطلاب، وين تحدث هذه الأحداث؟ at home، بالضبط وين؟ بالمنزل. where at home يعني المكان اللي يكون دائما بأخطاء، اللي هو in the kitchen في المطبخ. ليش؟ لأن المطبخ بأشياء. why in the kitchen؟ شنو السبب في المطبخ؟ because most dangerous things are in the kitchen، لأن كثير من الأشياء الخطرة هي في المطبخ. like مثل glasses knives scissors and many other things. glasses الغلاسات الزجاجية، knives السكاكين، و scissors المقصات، and many other things وأشياء كثيرة أخرى اللي هي تكون خطرة في المطبخ، مثل عند الطبخ الإناء الحار، الماء الحار إلى آخره. هذه الأشياء اللي هي تأذي الأطفال داخل المطبخ. لو لاحظوا أعزائي الطلاب، هذه بعض الصور اللي احنا شرحنا عنها بدرس سابق، لكن هنا راح نسوي في التحذيرات المن للآباء لكي لا يجعلوا أولادهم يعملون هذه الأشياء. الصورة نمبر 1، صورة رقم 1، always keep medicines out of the reach of children، يقول دائما ابقي العلاج بعيد عن متناول الأطفال. لو تلاحظون هذا الولد يعني فاتح العلبة وده ياخذ بالعلاج. 2، never let children play in the kitchen، مطلقا لا تخلي الأطفال يلعبون بالمطبخ. لو تلاحظ هذا الولد ده يلعب و ضرب القدر الحار، أكيد هذا راح يأذي. 3، always keep knives away from children، دائما ابعد السكاكين عن الأطفال. لو تلاحظون هاي البنية لازم السكينة وجارحة نفسها. 4، never let children play in pools alone، إطلاقا لا تخلون الأطفال يلعبون بحوض السباحة بمفردهم. هنا أنا أعزائي الطلاب نعرف بأن الأطفال غير قادرين على السباحة، فعدم الإمكان ترك الأطفال يلعبون بالمسابح لوحدهم. 5، never let children play with matches، مطلقا لا تخلي الأطفال يلعبون بأعواد الشخاط. صورة نمبر 6، always keep plastic bags، دائما ابقي البلاستيك باجز الاكياس البلاستيكيه out of the reach of children، بعيد عن متناول الاطفال. لو تلاحظون هذا الطفل خلي الكيس براسه ومختنق، هذا يؤدي الى الوفاه. اوكي، نروح الى اعزائي الطلاب، نروح الى كتاب الاكتيفيتي بوك، كتاب النشاط، بصفحه 87. هنا أنا منطينا warnings تحذيرات باستخدام الاولويز والنيفر. نعرف احنا اعزائي الطلاب بان الالويز معناتها دائما، والنيفر مطلقا يعني ابدا. منطينا يقول يوز اولويز فور بوزيتيف ورنينجز، نستخدم الالويز للنصائح او التحذيرات الايجابيه، والنيفر نستخدمها للنيجاتيف ورنينجز التحذيرات السلبيه. مطينا هنا أمثلة، وهذه الأمثلة لازم نحفظها أعزائي الطلاب ونسوي مثلها. write a positive warning، يقول سوي لي تحذير إيجابي about medicine، عن العلاج. use keep، ابقى keep. أنا من ألقى positive warning، من ألقى تحذير إيجابي، أكيد هنا إيش راح أستخدم أنا؟ راح أستخدم ال always. فش أقول؟ أقول always keep the medicine out of the reach of children، يعني دائما ابقي العلاج بعيد عن متناول الاطفال. المثال الثاني، write a negative warning، اكتب تحذير سلبي about pools use that. هنا انا من شفت اني تحذير سلبي يعني استخدم كلمة never، لان هي تستخدم للنيجاتيف،
وعندي منطيني اسماء اللي هو البولز ومنطيني الفعل let. يقول فهنا شو يصير؟ never let children play in the pools alone، مطلقا لا تخلي الاطفال يلعبون بحوض السباحة لوحدهم. ايش تجيكم الصيغة اعزائي طلاب بالامتحان اللي هو استخدم البوزيتيف ورنينجز نستخدم الالويز، وبالنيجاتيف ورنينج نستخدم النيفر، وتكملة الجملة بهذا الشكل. اوكي، لهنا اعزائي الطلاب ينتهي درسنا لهذا اليوم. تمنياتي للجميع بالصحة والعافية.